السلام عليكم يا خاوتي. انا كانت عندي طوموبيل 200 واحد جاز عليا شهر تاع رمضان صرف قال لي الحاله كاع ما لقيتش روحي. واحد قال لي هم كانوا يبدلوا في باطو كاسي الكراس وكذايا ما دير كاش فورغو كاش عفسا هكذا تخدم بها دير خضره دير كذا عفسا هكذا هبطت على نيتي. دار بيا واحد الشيخ تما قال ورالي واحد الكونغو هكذا من ذاك الكونغو هذيك عيانه راني شفتها من ذاك حكمني قال لي ها كاينه طونوبيل بريونس عند طفله هكذا شابه مليحه هكذا 2010 كذا روح تشوفها هذيك دير كذا دير كذا شغل دوخني. رحت معاه بنيتي عطانا شتاء الليل في رمضان بسم الله الاخرانيه. رحت معاه دخل لقيت طفله تما عطاني قاعده تقول لي الطفله تشرب قهوه قلت لها ما نشربش تشرب الجو ما شربت قلت لها كي كثرت عليا قلت لها نشرب الماء معلي. راه جبت لي الجو شربتي كي شربت الجو هذاك من ذاك وين راح داني وين رالي كروسه نسوق معاه هكذا داير يدي هكذا شغل واحد غير ايه 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 ايه. ومن بعد الصباح كان حبي يكتب لي في الليل تما بدا يعيط بالتليفون كان جماعه يكتبوا له ما كانش. ومن بعد قال لي غدوه الصباح 9 روح عاد 9 جيت شغل متيلي قيدي نمشي ما على باليش واش راني ندير كاع. جيت كي جيت اداني البلديه كتب لي 8 ماي 8 ماي كتب لي الطوموبيل وحط لي بلي راني كتبت لك لوسيس كانت فارغه البلديه ما يخدموش حط لي شتي كي حبيت نرجعها الطوموبيل عطاوني غير مشيت بها تكولات. رحت لك هذه الطوموبيل راكم كلختوا لي ماشي هذه الطوموبيل نبدلها ب 200 اش دي كذا رفد لي بارا قال لي تروح ولا ما تروحش. ومن بعد عاودت وليت ليه قال لي روح كي كثرت عليه بديت نجيب له في الغاشي قال لي روح خدمها وروح نبدل لك الكروسه نرجع لك كروستك. خدمتها كي جيت نرجع لك الكروسه قال لي اعطيني 15 مليون. كاينين جماعه داروا جماعه لهنايا واحد فيهم يعني كثر خيره جبت 15 مليون قال لي هاك 15 مليون روح ديها له كي يعطيها لك تبع الكروسه اعطيني 15 مليون. طياني طياني انا عندي ثلاث بنات ما نخدم شهريه 18 شهر ما عندي والو كان راني نجري هكذا ولا يهرب لي قلت له ضيع البنات راه طياني حبيت كاش واحد يخاف ربي قلت يا ربي الدوله ما عنديش حق حتى كيش كيبيع ما عنديش حق بصح راني كنت ربي لا بال فيه كنت في حاله ما ومن بعد كي راسك في الجيران وقالوا لي مشعوذ هذاك هو كي مرتو تما كش ما داروا لي حاجه وليت هكا نسوق على باليش كاع واش راني ندير انا هرب ربي هرب لكم يا شيخ اللي يقدر يدير لي حل يدير لي حل هذا الشيء رجعوا لي الطوموبيل راهم ضيعوني وسمحوا لي هالكلام هذا بارك الله فيكم.